بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في الفيديو ده هنتكلم بقى عن حاجة مختلفة تانية يعني، بس هو جهاز ضمن الأجهزة اسمها ايه، او الابريفيشن والاختصار بتاعه هو ايه؟ FPGA. طيب stands for ايه، او ايه ال FPGA ده؟ هي بكل بساطة Field Programmable Gate Array. طيب ايه الكلام ده؟ واحدة واحدة خالص. اول حاجة عايزين نشوف ايه منظرها. منظرها اهو في السلايد، هي دي الشباية دي او الجهاز ده. هي فين في السلايد؟ هي من سلايد 40 لحد سلايد 44. طبعا المنظر اللي احنا شايفينه ده دش دش دش، عايزين نفهم ونلخص ده اللي هيحصل ان شاء الله في الفيديو. اول حاجة هي ايه؟ احنا زي ما شفنا هي شباية او ديفايس، وكل اللي احنا بنتكلم عليه في المنهج كانوا ايه اصلا؟ كانوا سيمي كوندكتورز. معنى كده ايه؟ ان دي هتكون ايه بقى؟ تايب اوف سيمي كوندكتورز. حلو كده. بس هي مش مجرد سيمي كوندكتور، ده هي سيمي كوندكتور ديفايس. لحد دلوقتي مفيش اي حاجه جديده في الموضوع ده كله. طيب بتستخدم في ايه؟ كالعاده زي كل اللي احنا قلناه، بتستخدم فين؟ في اللوجيك او الالكترونيك سيركتس. لحد دلوقتي مفيش اي حاجه جديده، تمام. طيب الجديد ايه هو بقى؟ من اسمها كده هي مكتوبه ايه؟ فيلد بروجرامبل جيت اراي. هي مكونه من مجموعه بلوكات فيها لوجيكس كتير، او لوجيك بلوكس. يعني ايه لوجيك بلوكس بقى؟ اي حاجه، اي element اسمه لوجيك بلوك. زي ايه؟ اهو زي مثلا اللوجيك جيتس. طيب وايه كمان؟ الميموري اليمنتس، اللي هي مين كان فيها الميموري اليمنتس دي؟ لو نفتكر السيكوينشال سيركتس تقريبا، يعني ارجعوا الفيديو كده حاولوا تفتكروا. او ايه كمان؟ لو عندي مثلا مجموعه ميموريز عاديه خالص. بصوا اي حاجه بتتكون منها هي اسمها لوجيك بلوكس، والكلام ده مكتوب كده بالنص في المحاضرة ما تخافوش. طيب حاجة كمان نعرفها عنها، من اسمها programmable، صح؟ يعني ايه programmable؟ يعني قابلة ان احنا نقعد نبرمج لها حاجات. يعني هي مجرد حاجة بنعمل لها program او بنبرمجها زي ما احنا عايزين، على اساس احنا عايزين تعمل لنا ايه وخلاص. اهي كل ده جاي من اسمها. طيب مين بيصنعها، او يعني مين المسؤول عن انتاجها؟ شركات كتيرة جدا، لان هي سهلة، هي عبارة عن مجموعة ايه؟ شوية لوجيك بلوكس، واتيفر هي ايه البلوكس دي، سواء ميموري ولا لوجيك جيتس ولا 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 ولا، تمام. مين هما بقى الشركات دي؟ اول حاجة عندي شركة اسمها التيرا، معرفش دي اصلا بتتنطق كده ولا لأ، وزيها اكتل، وزيها مش عارفة اتمل. بصوا هما ثلاثة بحرف الاي يعني، واللي مشهورة جدا بقى واللي هي اكتر واحدة بتنزل اصلا حاجة اسمها اكسلينكس. انا مش عارفة دي ايه برضو. نروح بقى نجيبها من سلايد. هي في سلايد 40 اهمت، التيرا واكتل واتمل واكسلينكس مانيفاكتشر. مانيفاكتشر دي مش الاسم، هو بيقول ان هي مانيفاكتشر ساتش ديفايس، بتعمل الديفايس ده اهو. ده كده بورد، ودي بورد تانية، الاتنين FPGA، تمام. طيب احنا قلنا ان هي programmable. طيب برمجتها دي او تصنيعها في الحوار ده بيكون جاي في انهي مرحلة؟ بيكون في مرحلة التصنيع زي ما انا لسه قايلها. افتكروها من نفس الجملة، بصنعها او ببرمجها ازاي؟ يبقى في مرحلة التصنيع اللي هي manufacture state او phase، تمام كده. طيب زي ما هي طبعا دي ميزه في حد ذاتها اصلا، ان انا ببرمجها او بكونها من اي حاجه، زي ما تعودنا كل حاجه ليها ميزه وعيب. طيب ايه عيوبها بقى؟ هي عيوبها مش عيب قهري يعني، بس هو عيب بسيط خالص. طبعا زي اي حاجه جديده بتكون غاليه، بس في نفس الوقت ممكن اطلع حاجه رخيصه. ايه هو عيبها هنا بقى؟ عيبها هنا ان هي غاليه جدا. طيب غلوها ده جه منين؟ غلوها اول حاجة ان انت بتحتاج حد يبرمج، فلازم حد فاهم، فانت بتدفع فلوس في حوار البرمجة. كمان حاجة اغلى ليه؟ هي مجموعة من حاجات، زي ما احنا قلنا هي مجموعة من اللوجيك بلوكس، فحاجة مع حاجة مع حاجة بتعمل اجمالي.
طيب مقارنة بمين او ليه يعني ليه احنا قلنا عليها غالية مقارنة بالاي سي العادية خالص اللي احنا قعدنا نشرح فيها فيديو تقريبا او فيديوهين؟ طيب الاي سي دي في منها انواع، هي اغلى من النوعين. طب ايه هما النوعين دول؟ النوعين دول اللي هما يعني ثانية اسمها ايه، اي اس اي سي. ايه هي الاي اس اي سي؟ هي الابليكيشن specific integrated circuit. ايه هي النوع التاني؟ النوع التاني مش بالنوع كلفظا، هو اي حاجة equivalent او تعادل، سوري equivalent مش عارف صح ولا غلط، المهم يعني هي اي حاجة equivalent او تعادل استخدامات ال IC. يعني مقارنة كده لو هنحط في جنب، فهنقول ان ال FPGA في جنب واي اي سي في جنب تاني، دي اغلى من دي بمراحل. تمام. طيب معنى كده غلوها ده هيخليني اعمل ايه؟ هيخليني ان انا قبل ما ابدا يعني احدد اذا كنت هشتغل ب اف بي جي اي ولا اي سي عاديه، فانهي مرحله في مرحله الديزاين، وايه في بدايه المرحله اصلا. طيب مين اللي بيحكمني؟ كأي مشروع في الدنيا اللي بيحكمني هي الكوست بتاع الماتيريال بتاعتي حسب البادجت اللي موجودة عندي، وحسب ايه كمان؟ حسب الكواليفيكيشنز اللي موجودة. ما هو انا لو في تيم مش عارف يعمل مثلا برمجة ليها، شكرا انا كده مشروعي باظ. هيحل محله مين؟ ممكن يحل محله عادي جدا اي اي سي زي ما احنا قلنا. طيب حاجة كمان، احيانا الشركات او الناس اللي بتصنع السيركتس يعني بتحتاج ايه لو هي عايزة تعمل early product او demo صغير، حاجة كده زي ما بيقولوا ايه، نموذج مبدئي يعني او اولي، بس بيفضل يطلع لهم bugs. بيروحوا عاملين ايه بقى؟ بيستعملوا ال FPGA دي كحاجة مؤقتا كده لحد ما يستقروا على الديزاين، وبعديها يستخدموا ال AIC، سوري ال ASIC زي ما احنا قلناه. هي فين دي؟ موجودة في المحاضرة مش عارفة فين الرغي. اهي sometimes ال manufacturers اللي هم الناس اللي بيصنعوا، لو هم عايزين يعملوا output او بيهدفوا ان هم يعملوا early product، بيعملوا ايه؟ بيبتدوا يعملوا FPGA design لحد سوري وين لما يكون في bugs، طول ما هي موجودة. بعد كده بيستخدموا ال ASIC لما الديزاين بيكون fully stable، لما يستقروا يعني على الديزاين. تمام كده احنا خلصنا يعني ايه FPGA وبنستخدمها امتى ومتكونة من ايه. الكلام ده فين؟ الكلام ده سلايد 40 وكل الهري ده ماشي، احنا بس لازم نفهمه بالتفصيل. معلش انا هقسم الاربع سلايدز او يعني الاربع سلايدز دول على فيديوهين تلاتة كده، لا عشان يبقى ايه جزء جزء، لان هو الرغي الكتير ده مش كويس في الحفظ يعني، عشان الدنيا متخرجش من هنا في بعض.